المشكلة وين راح تصير؟ أنت بالبداية عين، هسا فرضا خلينا نقول، هسا احنا ما نقدر نقول فلان نادي جمهور راح تزعل يزعل علينا، خلينا نجي على القائمة من سين، سين من السين من هذا، مو هذا أقول لك، مو سين لازم أقول لك محافظات، إيه هسا لا سامح الله خلينا نقول نادي القاسم فرضا لعب بلاي أوت، خلينا نقول لعب ويا نادي أمانة بغداد بلاي أوت، لعب ويا أي نادي بلاي أوت مثلا، جمهور قاسم لا يزعل عليه إن شاء الله، قاسم عزيزي عليه، لكن أنا متعرف هذا فريق جماهيري وجمهور قاسم فريق. وين راح تلعب المباراة؟ هم تجيبه بغداد؟ مو هذا غبن بحقه. أنت ليش تجيبه بغداد؟ غبن بحق نادي القاسم. طبعاً. هنا المشكلة وين؟ أنا أكون صريح وياك. كل شغلة تصير أنت تنطي إدمانتش فقط لبغداد، هذا الشيء خطأ. حتى البلاي أوف بعدين نحكي بيها. راح أقول لك شنو الأخطاء اللي راح تصير بيها. أنت لا تقبل، لو تسوي مثل قبل سنتين. المشكلة اللي صارت مباراتنا بكهرباء، أنا يعني من أثرها قدمت استقالة وقررت أنه بعد ما أشتغل بأي منصب بالعراق، مباراتنا ذهاب وياب ويا الكهرباء نصف نهائي، قال لا ما عندنا وقت تلعبون ذهاب وياب، زين شو نسوي؟ قال نلعب أرض محايدة، لا لكم ولا لهم. قلت له أوكي أرض محايدة، وين أرض المحايدة اختارنا إياها؟ وين؟ بدال ما نجي لبغداد 500 كيلومتر ودونا نجف 700 كيلومتر، قال يا حيادي يعني تجيبني من زاخل نجف هاي أرض محايدة؟ خسرنا المباراة لحد الصبح، كانت مباراة بالليل، العصر غيروه بغير ملعب، تمرنا العصر بالليل ساعة واحدة بالليل صار اجتماع رجعوه، صارت مباراة لحد ساعة واحدة بالليل، فريق ما يعرف ساعة قد مباراته هاي ذاك قبل موسمين. إيه قبل موسمين هم نفس لا اختلفت، هسه اختلفت، هسه ما اختلفت، بس هسه أنت قول لي بلاي أوف أو بلاي أوت وين تحدي أمور